اهلا بحضرتك. صاحبك فيما يتعلق بالعمل التجاري والغرف التجاريه، هل تم ربط بعض المناقشات الخاصه بالعمل التجاري بالعلاقات الاستثماريه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني احنا ممثلين في لجنة دستور قطاع الاعمال بثلاث ممثلين اساسيين وثلاثة احتياطيين، فزملائي وانا الحقيقة فيما يخص المادة المتعلقة بالاقتصاد احنا يعني لنا رؤية معينة وقدمناها، ونتمنى ان شاء الله إن هذه الرؤية تتوافق بما نصبو إليه في النهاية بنقل مصر نقلة أخرى، لأن الطموحات اللي هي ما تحققت من الثورتين 25 يناير و 30 يونيو الحقيقة لا يمكن تحقيقها إلا باقتصاد قوي، فنأمل إن شاء الله إن نتوافق جميعا على رؤية تصيغ جانب الاقتصادي في الدستور بما يحقق ارتفاع لمستوى معيشة الفرد، بحيث ان الفرد المصري يستطيع ان يحيا حياة كريمة افضل مما عاشها 7000 سنة اللي فاتوا. هل كان لكم تسجيل اعتراض معين بشأن بعض المواد التي العمل التجاري او الاقتصادي في مصر؟ لا الحقيقة لغاية دلوقتي ما فيش اي تحفظات، احنا كلنا يعني بنتدرس الامر، لان برضو الجانب الاقتصادي مرتبط بجميع الجوانب، لان المطلوب ان شاء الله ان الدستور يمهد بنقلة جديدة لمصر لما كانت تستحقها تاريخيا وجغرافيا، والشعب المصري بحضارته متهيألي لابد أن يرجع مرة تانية من الشعوب المميزة إن شاء الله في العالم.